السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة. وطبعا الكبدة مفيدة أوي للأطفال وللكبار وللناس اللي عندها أنيميا، فهي بتكون غنية أوي بالمعادن وبالحديد، ولازم لازم مع الكبدة أو العسل الأسود عصر الليمون، لأن بتخلي الجسم يمتص الفايدة اللي فيهم، فبتبقى حلوة قوي، فتكون أكلة تعرفوا إن انتوا تستفيدوا منها للجسم لما تعملوها بطريقة صح، وكمان عصرة الليمون عليها ومع الخضار والسلطة معاها، يبقى قيمة غذائية كبيرة وحلوة قوي للأطفال زي ما بقولكم، للأنيميا وللكبار وللناس اللي بتعمل دايت، بتكون أكلة حلوة مفيدة وبتعوض الجسم يعني فترة الدايت. اولا كده لو اول مرة تدخلوا قناة طعم تاني، في كلمة اشتراك تحت او سبسكرايب، اشتركوا وفعلوا زر الجرس ولايك ما تنسوش على كل اكلة تعجبكم، وشير عشان الكل يستفيد، وكمان ادخلوا صندوق الوصف شوفوا لينك البيتش قناة طعم تاني وتابعوني وقولوا لي ارائكم. هنستخدم فلفل اخضر وليمونتين وبصلتين، يعني قرن فلفل اخضر واحد بس، إيه لو هو صغير ممكن قرنين يعني مش كتير، في ناس الوصفات التانية زي ما بقول لكم بيضيفوا فيها فلفل اخضر كتير وتوم، انا هنا دي طريقة جديدة وبسيطة وطعمها خرافة، يعني هتنسوا خالص الوصفات التانية، لان اساسا قاعدة اساسية سبق قلت لكم لما كنا بنسلق اللحمة والفراخ، هسيب لكم لينك الوصفات او ادخلوا على قوائم التشغيل فوق، هتلاقوا قوائم التشغيل فيها كل حاجة على بعضها في الاكلات وتقسيماتها. يعني اللحوم، اللحمة الحمراء والبط والكبدة معاها بصل، الفراخ والسمك معاه توم. الكبدة اول ما بتشتروها ويعني بتدخلوها الفريزر عشان تتجمد، عشان تعرفوا تقطعوها الشكل اللي انتوا عايزينه، اولا بتشطفوها بس بمية، انا شطفتها بس بمية خالص، ولما جيت اقطعها لقيت فيها ثغرات كده او ثنيات، الثنيات دي بتلاقوا فيها الدم متكتل، حاولوا كده بسن السكينة تنزلوه. قطعت انا الكبدة لوحدها وكان في حتة فيها كلاوي ودهن كده بقى جاي معاها، قطعته لوحده لان الكلاوي بتاخد مدة تسوية اكتر من الكبدة، فهنسويها شوية قبل ما نضيف الكبدة عليها، ويبقى كله في حلة واحدة، مش هسوي ده لوحده ولا ده لوحده، لا كله بس خطوات كده بالتدريج. بعد ما قطعت الكبدة زي ما بقول لكم عصرة ليمون عليها، وما فيش غسيل للكبدة عن كده، هو بس بتشطفوها بس كده وهي طالعة من الفريزر، وتقطعوها وتعصروا عليها عصرة ليمون. الليمون اساسي مع الكبد واللحوم والاكلات اللي فيها بروتين يعني حيواني او حديد، لازم على طول كده معاها فيتامين سي. البصلة قطعت قطع صغيرة، والفلفل الاخضر برضو، ولو حابين تكون حراقة هاتوا بقى قرن فلفل حامي قطعوه برضو مع الفلفل. هناخد حاجة تكون مفرودة، اي حاجة عندكم تكون مفرودة، عشان احنا مش عايزين الكمية الخضار او الكبدة يتكتل في بعضه، لا تكون مفرود. اول ما يسخن هتنزلوا بثلاث معالق زيت كبار، اول ما الزيت يتقدح هتنزلوا، لازم يتقدح، انا بحب اكد على كلمة قدح، ده قدح يعني الحاجة تسخن كويس، مش تكون يا دوبك كده شمت النار ونضيف، لا يتقدح، فلما قدح الحاجه الزيت بيطير اي حاجه سموم او اي حاجه فيه. هننزل بالبصله زي ما انتم شايفين كده، هنخليها تاخد اللون الذهبي، مش يعني مش هنخليها تدبل بس، لا احنا هنخليها تاخد اللون الذهبي، واول ما تاخد اللون الذهبي هننزل بالكلاوي والدهن اللي عندنا، عايزين الاكله تكون دايت خالص، الدهن ما تاخدوش الدهن، بس انا بنصحكم عشان اطفالكم ولو معاكم شباب او كده، وكمان بيكون طعم الاكل ألذ مع الدهن والحاجات كده، انتوا ممكن تاخدوا كده الحاجه تميلوها وهي لسه سخنه، ميلوها كده في طبق وحاجه، هتلاقوا الماده الدهنيه كلها اتجمعت في الجنب التاني، فانتوا اشتلوها وخدوها وخلاص كده، بس حاولوا يعني الاطفال محتاجين برضو ماده دهنيه، ويعني الدهون يعني جسم الانسان متكون من دهون برضو، يعني لازم الدهون للجسم ما ينفعش تلغوها خالص. اول ما بعد ما تشوحوا الكلاوي شوية كتير كده لانها بتاخد سوا، برضو الفلفل اللي هتنزله بالفلفل الاخضر ياخد برضو تشويحة كده خفيفة خالص، وهتنزله بالكبدة. الكبدة وقت ما تنزلوا بيها لازم تكون النار عالية،
ما تهدوش خالص. لو انتوا هديتوا في الخطوات اللي فاتت هنا في خطوة الكبدة لازم تستمروا النار تكون عالية، ورشة ملح ورشة فلفل أسمر. ما تقلقوش من الفلفل الأسمر، ناس كتير بتقولك لا الفلفل الأسمر بيسمرها، لا هي بتكون رشة فلفل أسمر صغيرة، لأن الفلفل الأسمر يعني بيبقى حلو نكهته، وكمان بيبقى فيه سنة يعني حرقان، فبيدي نكهة حلوة قوي مع الكبدة. فرشة الملح ورشة الفلفل الأسمر وعلى كده، ونفضل نشوحها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والنار زي ما قلت لكم عالية. تاخدوا بالكم كويس مع الكبدة وهي على النار، لازم التشويح المستمر زي ما انتوا شايفين كده، وبتستمروا كده في التشويح لحد ما تعرفوا اللي هي استوت ازاي. هعرفكم دلوقتي طبعا الالوان زي ما انتوا شايفينها. اهم حاجة ان انتوا تشتروا الكبدة من مكان موثوق منه، تكون كبدة يعني متأكدين ان هي كبدة يعني ما هياش كبيرة وتكون صحية. زي ما انتوا شايفين كده كان فيه قطعة كده ما اتقطعتش كويس، لان بيبقى فيه يعني الياف وخطوط كده بتبقى في الكبدة مش بتعرفوا تقطعوها كويس. ممكن هي على النار بقت سهلة شوية اللي تقطع، جبت سكينة وحاولت اقطعها برضو، بتقطعوها برضو. التشويح المستمر، ما تنسوش التشويح المستمر والتقليب في كل النواحي، والنار عالية يعني لازم تكون النار عالية. وأول ما يعني بعد مرور 3 دقايق لخمس دقايق مش أكتر من كده تبتدوا بقى تشوفوها استوت ولا لأ. هتجيبوا طبق وتاخدوا قطعة بس من الكبدة وتقسموها كده نصين، لقيتوها اتقسمت بكل سهولة خلاص كده تمام، وتطفوا النار على طول. ما تطولوش في وجود الكبدة على النار بعد ما تتأكدوا اللي هي خلاص بتتقطع معاكم بكل سهولة، لان مش هتستوي عن كده، لا ده ممكن تبقى يعني ايه تنشف عن كده، تبقى زي اللي يقولوا لك كده زي الكاوتش كده جلد كده، فمش حلو خالص الكبده اللي هي تاخد مده اكتر من مدتها. طبعا الالوان تحفه تحفه، والريحه بقول لكم ما تتوصفش، لان البصل اساسا انتوا طبعا بتحمروا بصله في الكشري بيكون ليه طعم ونكهه جميله، فما بالكم بقى هنا بقى مع الكبده. والفلفل الاخضر زي ما قلت لكم تشويحه بس بسيطه بتحتفظوا بلونه وكل حاجه، بتحسوا ان الكبده هنا اساسا تعتبر متحمره ومتنشفه وواخده طعم البصل وطعم الماده الدهنيه اللي موجوده. فاحلى وصفه بجد بجد، جربوها وخلاص هتدمنوها، لانها هي دي الوصفه المعتمده بتاعت الكبده عندي، وطريقه جديده وسهله ومكوناتها متوفره عندكم في البيت. واهم حاجه الليمون، عصره الليمون على الكبدة وهي بعد ما تتقطع، وعصرة الليمون وهي كده رايحين ناكلها. وزي ما انتوا شفتوا في ناس بتاكل الكبدة نية فبتعصر عليها ليمون بس وبتاكلها، فطبعا احنا ربنا يعني كل واحد ليه قدراته اللي هو يقدر ياكلها كده او كده. فالكبدة مفيدة قوي وحلو قوي للاطفال وحلو قوي للانيميا، واللي بيزود قيمتها وبيساعد الجسم اللي هو يمتصها عصرة الليمون، وهي طبعا الفلفل الاخضر ومع جرجير بقى وعيش وطحينه، وبتبقى احلى اكله وبتبقى جميله خالص. وتابعوني وما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه. السلام عليكم.